رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهابي. بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب. يا صائما للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب، بشراك مغفرة بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعتبر الثوم من الأعشاب الطبيعية الفعالة جدا، والتي لها دور هام وعظيم في علاج مشاكل الشعر، فهو يمنع الشعر من التساقط، يحفز لك نمو الشعر بشكل صحي، يساعد في القضاء على قشرة الرأس، ويمنح الشعر نعومة لمعان، ويساعد في تطويل الشعر بسرعة فائقة. طريقة عمل وصفة كريم الثوم لحل جميع مشاكل الشعر، والتي سأذكرها آخر الفيديو بحول الله تعالى. نحتاج إلى فصوص الثوم، حوالي 10 فصوص من الثوم، 10 فصوص من الثوم، وطبعا يمكن مضاعفة المقادير حسب طول وكثافة الشعر. وهذا الكريم يمكن الاحتفاظ به لمدة 6 أشهر كاملة للاستفادة منه. ونحتاج كذلك لزيت جوز الهند، زيت جوز الهند يكون أصلي. طريقة عمل هذه الوصفة: أولا نقوم ببشر فصوص الثوم حتى نتحصل على عصير الثوم، لأننا في هذا الكريم نحتاج فقط لعصير الثوم. وطريقة استخراج عصير الثوم هي ببشره في المبشرة الناعمة، وبعدها نقوم بعصره لاستخلاص عصير الثوم. لمن طلبوا مني طريقة استخراج عصير الثوم في وصفة انسداد الشرايين، هذه هي طريقة استخراج عصير الثوم. كما يمكن كذلك فرمه في مفرمة الطعام، ثم نقوم بعصره بواسطة الشاش الطبي، وذلك من أجل تصفيته والحصول على عصير الثوم. قلت 10 فصوص من الثوم، بهذه الطريقة نتحصل على عصير الثوم. لاحظي معي، بالنسبة لإزالة رائحة الثوم في هذه الوصفة سأذكرها آخر الفيديو بحول الله تعالى. ثم نأخذ، قلت، زيت جوز الهند، ملعقة طعام كبيرة من زيت جوز الهند، يمكن استخدام زبدة الشيا في هذه الوصفة. لمن طلبوا مني وصفات للشعر بزبدة الشيا يمكن استخدامها. ونضيف لكل ملعقة طعام كبيرة من زيت جوز الهند
نضيف 4 ملاعق طعام، عفوا 4 ملاعق شاي صغيرة من عصير الثوم. نخلط المكونات جيدا. لاحظي معي حتى الحصول على كريم الثوم الرهيب لحل مشاكل الشعر. بالنسبة لمن ترغب بإضافة زيت الخروع لزيادة فعالية هذا الكريم، يمكن إضافة ملعقتا شاي صغيرة من زيت الخروع لهذه الوصفة. نضيف كبسولة الفيتامين إي لهذا الكريم إذا توفرت، غير متوفرة يمكن إضافة كبسولة زيت السمك كذلك. نفرغ كل محتوى الكبسولة. ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. نتحصل على كريم الثوم رهيب جدا للشعر. طريقة استخدام هذا الكريم، قبل الاستحمام بساعة نقوم بتوزيع الكريم على الفروة بهذا الشكل، نوزعه على فروة الرأس أماكن الفراغات جيدا، نوزع جيدا بهذه الطريقة. طبعا أنت تأخذين وقتك في توزيع هذا الكريم. الخطوة الموالية هي عمل تدليك للفروة، عمل تدليك بهذه الطريقة جيدا لحوالي 5 دقائق حتى تستفيد الفروة من فوائد الثوم والمكونات الأخرى. وبعدها نقوم بتوزيع الكريم على باقي خصلات الشعر، وكذلك يوضع الكريم على أطراف الشعر إذا كان هنالك تقصف. مفيد جدا هذا الكريم، رائع جدا لمن يعانون من تقصف الشعر. بالنسبة لمن لديهم مشكلة بعد صبغة الشعر، نضيف لهذا الكريم ملعقة من المايونيز المصنوع في البيت، فهذا الكريم ممتاز جدا إذا أضفنا ملعقة من المايونيز لحل مشاكل الشعر بعد التضرر من الصبغة. هذا الكريم يمكن استخدامه من طرف جميع أنواع الشعر وجميع ألوان الشعر، حتى المصبوغ بالشعر باللون الأشقر يمكن استخدامه. نقوم بتوزيعه جيدا، بعدها نقوم بتغطية الشعر بواسطة البوني البلاستيك أو القبعة الخاصة بالحمام، قلت يترك لمدة ساعة كاملة، وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر أولا والشامبو المناسب، ولإزالة رائحة الثوم من الشعر يمكن استخدام المخمرية عملها والاحتفاظ بها واستخدامها بعد عمل هذه الوصفات ذات الروائح الغير مرغوبة. غير متوفرة المخمرية عندك في البيت، نقوم بغلي زهرة البابونج أو بما تسمى بالكاموميل، نقوم بغليها جيدا، وآخر شطفة للشعر تكون بمغلى زهرة البابونج أو الكاموميل. ولكن يجب عمل كذلك تدليك عند شطف الشعر بمغلى زهرة البابونج للتخلص نهائيا من رائحة الثوم في هذه الوصفة. هذه الوصفة ممتازة جدا لتغذية الشعر، فإذا كنت تعاني من فراغات في مقدمة الرأس فهذه الوصفة تغذي فروة الرأس.
حيث يقوم الثوم في هذا الكريم بتنشيط بصيلات الشعر وتفتيح المسامات ليصل لها الأكسجين، وبالتالي تستعيد الدورة الدموية نشاطها من جديد لتغذية الشعر وحمايته من التساقط. كذلك الثوم هنا له دور المضاد الحيوي، هو يحتوي على مضاد حيوي طبيعي يساعد بشكل قوي في مقاومة البكتيريا والفطريات التي تتراكم في ثروة الرأس وتحدث بها التهابات مما تسبب في سقوط الشعر. فكريم الثوم هنا ممتاز، فهو يحتوي على مادة الكبريت، على كمية كبيرة من مادة الكبريت، والتي تساعد في تقوية جذور الشعر وتجعل الشعر ينبت بشكل قوي ويحافظ عليه من التكسر في الأطراف عند استخدامه في أطراف الشعر ويحمي لك شعرك من التساقط. صلاحية هذا الكريم قلت يفوق 6 أشهر، يوضع في الثلاجة ونستخدمه قبل كل استحمام. آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات حتى الرجال لمن يعانون من الصلع يمكنهم استخدامه وبكل أمان. طبعا هذا الكريم أفضله عن طريقة عمل زيت الثوم لوصفات الشعر، ممتاز رائع، صلاحيته تدوم لمدة طويلة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.